الواحد ما بيرتاحش غير في بيته، بس بصراحة بيوتنا فيها شوية عجائب كده عنب. أنا النهاردة جاي أكلمك عن عجائب البيت المصري. زي إيه؟ زي التشابه ما بين البيت المصري وبيت الأشباح. في جملة شهيرة كده في كل البيوت المصرية من غير استثناء بتاعت أنا كنت حاططها هنا بإيدي بقى راحت فين بقى اختفت يعني؟ يعني الأرض انشقت وبلعتها؟ عفريت أخدها يعني؟ الجملة دي بتاعتنا إحنا بس بعون الله. اسمعيهاش في أي بيت في العالم. عمرك سمعتها بالفرنساوي؟ مستحيل هيترجم إزاي انشقت وبلعتها دي؟ مفيش. زي مثلا يا ابني أنا بنادي عليك بقالي ساعة لما صوتي اتنبح، ما تردش عليا ليه؟ وأنا قاعد في الأوضة اللي جنبها صاحي ومركز ومش مشغل مزيكا وبكامل قوايا العقلية، ما سمعتش حاجة. يبقى بسم الله الحفيظ. ساعات بقى بتتطور وتقول لي ما سمعتنيش وانا بسقف لك. لا انا سمعت بتسقف يا ماما بس فاكرك مبسوطه مثلا شويه بترقصوا جوه في جو لذي احتفال اي حاجه يعني. انا مش فاهم ايه سقفت لك دي، مش فاهم هو انا اهواجي؟ بس برضو البيت المصري فيه شويه عجائب بنت حلال لذيذه يعني. تلاقي بيت مكون من اب وام وثلاث ولاد مثلا، مرتب الام على الاب على الحوافز على البدلات على كله 3000 جنيه. الولد الكبير في جامعه خاصه، البنت مخطوبه وبتتجهز وخطيبها وعيلتهم راشقين في البيت كل يوم ولازم ياكلوا مكرونه بشاميل وبوفتيك كل مره. الولد الصغير في ثانويه عامه وبياخد دروس في كل المواد، بيتمرن كمال اجسام وبيروح يوميا الجيم، بيستهلك بروتينات كتير، وجدتهم عايشه معاهم ونفسها في المانجا الفص يا عيني قبل ما تموت، والدنيا ماشيه. 3000 جنيه وفله ماشيه ازاي بقى؟ محدش عارف. عجائب البيت المصري. من الظواهر الخارقه في البيت المصري برضو البتاع. ايه البتاع ده؟ انا هموت واعرف. البتاع ده هو شيء مبهم غير مميز باي شكل من الاشكال، لكنه مفهوم ضمنيا ما بين افراد الاسره جوه البيت الواحد. ده تعريف البتاع. يا شريف هات لي البتاع بتاع البتاع المدوره اللي اسمها ايه دي اللي جبتها امبارح من الراجل اللي بيبيع البتاع اللي بالجمله ده. بص هتلاقيني حاطاه في البتاع الازاز اللي فوق البتاع اللي بتتفتح بتاع حديد جنب البتاع القديم. لا يا بابا ده بتاع الجيران، ده مالكش دعوه بيه. تلاقي الولد راح في ثانيه وجابه، رجع عادي جدا معاه البتاع من غير اي سؤال فهم. طبعا من اشهر واقدم الظواهر في البيت المصري ظاهره اختفاء فرد الشرابات، لدرجه ان العلماء بداوا يحطوا كاميرات مراقبه في الحمامات والبلكونات والغرف المقفوله علشان يدوروا ويشوفوا الشرابات بتروح فين، يعرفوا مكان الخرم اللي الشرابات بتتشفط فيه، الثقب الاسود اللي بيبلع الشرابات ده. طبعا في مشاكل كتير بتترتب على موضوع ضياع الشرابات ده، يعني بيحصل انعدام ثقه ايوه ما بين افراد الاسره والله. يعني تلاقي بتقول له مثلا وديتي فرد شراباتي فين يا منال، قلعت فرده الشراب فين يا حسين، انت خلاص بقى التخوين ورمي التهم ونطعن في شرف بعض كده. ده اسهل حاجه، مفروض حضرتك الشرابات بعد كده تتباع 3 فرد. ده اقتراحي علشان الطبيعي ان في فرده بتختفي للابد بعد اول غسله، دي دوره حياتها قدرها كده، واتنين بيعيشوا مع بعض خلاص اعملوهم 3، اعملوهم صح بقى. برضو من عجائب البيت المصري منطقه تحت السرير، ده عالم قائم بذاته، حياه تانية خالص. يعني جربي كده حضرتك حاجه تقع منك تحت السرير، انزلي هاتيها وهتشوفي عالم موازي. العربيه بريموت كنترول اللي ضاعت منك وانت عندك 4 سنين في الكويت، جاز ماسترزات رغم انك مالكيش في الكوره بس كان عندك واحده، بندقيه رش ورش، وبونبونايه بقفلتها نوعها ملوكي او العبد ايام ما كنا بنصنع بونبوني محلي، الكره اللي شطيها وضاعت منك وانت في راس صدر، خالك اللي اتقطعت اخباره من العراق، عربيه عمك اللي اتسرقت في الثمانينات. تحس كده ان دي فجوه زمنيه واتفتحت. انا واحد صاحبي وقع منه حاجه تحت السرير، بعت ابنه يجيبها له، الولد ما رجعش، كانت ماساه. ايه ده؟ طب وايه اللي حصل لصاحبه؟ لا هو خلف تاني عادي، بس سد بقى تحت السرير دي باسمنت عشان لقى عددهم بيقل، فاهمه؟ في البيت كل يوم في حد مش موجود تحت السرير بيتخن، يعني الحمد لله بقى كويسين دلوقتي. عندنا كمان من ظواهر البيت المصري ملف مهم جدا وحساس، اللي هو ملف الحاجات البيتي، زي المربى البيتي، العصير البيتي، الكنتاكي البيتي، الكشري البيتي، البسبوسه البيتي المشهوره دي طبعا. الحاجات دي بتبقى منتجات فيها ملمح من ملامح المنتج الاصلي، ملمح باهت كده بعيد، بس الستات بيبقوا شايفينه انه هو بالظبط، وبيتفوق على المنتج الاصلي في حاجات كتير جدا. يعني المربى البيتي ده حضرتك بتبقى ايه؟ بتبقى جيلي بالفاكهه بس تقيل سيكا. الكنتاكي البيتي دي فراخ مسلوقه محمره ملزوق فيها فتافيت عيش بايت ومداس عليه كده ومحطوطه في زيت كان مقلي فيه بتنجان قبل كده. الكشري البيتي ده طبعا اساسه بيبقى كميات مختلفه من بواقي الرز بتاع الحلل بتاع الشهر اللي فات كله، يتزنجف كده بشويه مكرونه مشكله شويه عدس وصلصه وتعشت. البسبوسه البيتي بقى دي كيكه اسفنجيه عاديه خالص، بس السفنجه شاربه شويه شربات زياده بس كده. كل التأييف ده واعاده التدوير بيسمي زورا وبهتانا بالحاجات البيتي، وبيدفعوا فلوس كتير ويتعبوا جدا عشان يعملوا مثلا كحك، بتلاقي البيت مقلوب وبودره ودقيق في كل وسكر ومش فاهم ليه، وانا لازم اكل طبعا الكحك البيتي ده واهيص بقى واترقص من عجاب. انا عايز حاجات عاديه، عاوز كحك عادي، وما تتعبيش نفسك يا ماما بالمنظر ده، ارتاحي. في ظاهره عجيبه جدا بقى، ظاهره تنظيف البيت المصري تنظيفه تمام التمام. امتى؟ قبل السفر مباشره، ننتع البيت نتعه مفتخره، نقفله ونسافر نرجع نلاقيه مليان تراب عادي جدا، فننظفه تاني من الاول وجديد، نفس التنظيفه بالملي وبمنتهى الهمه والنشاط والسعاده. من الظواهر الغريبه جدا برضو عندنا في بيوتنا فكره تقفيل البلكونات، مش عارف ليه
احنا بنتضايق قوي من اي بلكونه، وجودها في البيت بيوترنا وما نرضاش نسيبها في حالها ابدا. تلاقي البلكونه متر في متر ونص، حاجه صغنونه كده، ونحكم راينا لا ندخلها في البيت. نوسع على نفسينا، نوسع ايه يا ابني؟ ما فيش، ما نهداش الا لما نعمل كده. يعني خلاص الدنيا كده ظبطت جوه، النص متر اللي كان فيه متنفس ده هو اللي كبر القعده. يعني في شخص كمان هينفع يقعد معانا، بني ادم واحد نص بني ادم، ما كان قاعد معانا هو في البلكونه عادي. ايه المشكله؟ ليه المصاريف بقى دي؟ وليه الفرق مش عظيم قوي؟ يعني من الظواهر بقى الخارجيه للبيت المصري هو ان وانت قاعده في البيت تسمعي الباعة الجائلين. اغرب حاجه فيهم هو اصرارهم على الغموض. انا بفهمش منهم حاجه، نداءات غريبه جدا، في شفره، فاهم ايه السر في كده؟ يعني انت حضرتك سارح بشويه بصل في الشمس وتعبان طول النهار، يعني سهل مأموريتك، عرفني انت بتقول ايه، وضح انت معاك ايه البضاعه عشان تخلص وتبيع. يعني ايه دي؟ ايه اللغة دي؟ قولي. بعدين تلاقي ماما تقول بص شو بيبيع ايه، مامتي مش عايزة حاجة. لا لا نعرف نعرف باحتياطي، بص بيبيع ايه، ما هي مش عارفة وانا مش عارف، بص احتياطي وما بنجيبش حاجة. لا انا مش فاهم بقى، مش يبقى حاجات بتختفي وبلكونات متقفلة وبسبوسها بيتي جوه وانا برا، وايه البيت ده؟ عجائب البيت المصري.